السلام عليكم. المبادرة هذه كانت مبادرة من طرف متطوعين من الشعب الجزائري، فيهم تجار خاصة، أطباء حرفيين، وآخرون ساهموا، اللي حتى البطالين وساهموا. وبدأت المبادرة من بداية الجائحة، هي في 19 مارس، وكان عندنا مشكل تاع مقر. هنا جات المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين واستضافتنا منذ شهر جويلية، وكان لنا الشكر لها. درنا معاهدة اتفاقية باللي نعاونوا ذوي المكفوفين هذو ولادهم، نعلمهم الخياطة، نكونوهم في صناعة الكمامات والصناعات الأوقية هذو، وباش نساهموا بهم مجانا من المؤسسات اللي راهي واقفة، اللي هي مؤسسة الأمن، مؤسسة الاستشفاء، الصحة، وخاصة الحماية المدنية. العملية هذه لم تكن ولن تكون إن شاء الله تجارية، كانت عملية تطوعية لنبدأ روح التطوع في الميدان هذا، وخاصة أن الحالة حاليا العالم بأسره ما نجمش يواجه هذا العدو المستتير، الانفيزيبل، الانمي انفيزيبل. اذا المبادره هذه جاءت لمساعده المؤسسات الواقفه مع المجتمع الجزائري، وخاصه في اليوم هذا وين اصبحت الكمامه اجباريه، وعلما بان العامل البسيط ما يلحقش باش يوفر القوت لولاده وتزيد عليه كمامه ليه والزوجه نتاعه ولولاده. دونك قررنا باش تكون الثمن نتاعها 18 دينار، وحنا رانا في كم من شهر رانا نبيعوا بالثمن هذا. وقررنا باش نوصلوا عن طريق الصحافه، استاديرو ميدياتيز سو بري لوبيراسيون، بور كو دوتر زوزين ولا دوتر بينيفيسيير دو بروجي دو فابريكاسيون بويس سويفر نوتر اوبيراسيون اي رابيسي لو بري. حنا نطلبوا من الصناع ومن جمعيات المساعدات ولا جمعيات المستهلك، حماية المستهلك، نطلبوا منهم باش يساهموا في تخفيض ثمن الكمامة اللي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نشكر السيد نور الدين على هذه المساهمة اللي قايم بها كمجهود، ولي عيننا احنا كمكفوفين باش نخدموا معاه في هذه المهنة هذه. واش نقول، ماذا بينا احنا هذه السلطات اللي كان يشوفوا فينا، يشوفوا في هذه الفئة هذه، خاطر رانا مضرورين بزاف. مزيان لقينا خونا نور الدين زعما راه معاونا بهذه المهنة. انا كمكفوف يعني نخدم كلش مصالح، نخدم في قهاوي، ولكن ماذا بيا الخدمه تاعي اللي نخدمها انا باش نوفر القوت ليا والعائله تاعي. والسلام عليكم. السلام عليكم. نشكر رئيس منظمه المكفوفين استاذ الحوالي على انتجنا تاع المصالح، وانتجنا لي بافيت بسعر قليل